الروينة ياك. أمين. رجعنا لكم مشاهدين قناة شوف تيفي مراسل أخرى في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، ونفس المشكل بمدينة الدار البيضاء اللي هما الأشغال اللي كيسبوا في واحد الاختناق مروري كبير جدا هنا، وخصوصا على مستوى شارع دريس الحارتي اللي هو واحد الشارع رئيسي، تنعرفوا أنه المخرج ديال سوق الخضر والفواكه بالجملة، تنعرفوا أنه واحد الشارع كبير وثانوي، ولكن للأسف الشديد هذه الأشغال هذه اللي قائمة هنا منذ زمن بعيد لا زالت لم تنتهي بعد، وما زال الحفر خدام، وهادشي كيسبب واحد الحركة وتعطيل حركة السير والمرور لمستعملي الطريق هنا بهذه المنطقة. هانتوما كيفما كتشوفوا معنا يعني هذا الطريق هذه ولو انها مخصصة فقط الدراجات النارية، إلا أن حتى السيارات كتستعملها لأن الطريق كلها مرونة. فوضى فوضى بسبب الأشغال اللي ضيقت الطريق، وبسبب أيضا بعض مستعملي الطريق الله يهديهم اللي كلشي كيبغي يدوز في مرة، كلشي كيبغي يمشي هو الأول. كتشوفو كتجي حتى لهنا وكتوقف عاوتاني واحد المدة، شوفو هادو شحال شحال هما واقفين. يعني واحد الضغط رهيب على هاد الشارع هذا بسبب الأشغال. إذن هنا كنطرح واحد السؤال، متى ستنتهي الأشغال هذه؟ الأشغال اللي معرقلة حركة السير، وخصوصا أننا كنعرفو هاد المنطقة ماشي فقط فيها غير السيارات ولا سيارات أجرة، ولكن كتعرف أيضا حتى العربات المجرورة بالدواب. كاين واحد العرقلة ديال السير كبيرة جداً.